السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيسكوي سهل في التحضير، كيتحضر في اقل من 5 ديال الدقائق، بدون بيض، بدون خميره كيميائيه ولا بيكين باودر. عندي 120 غرام ديال الزبده في حراره الغرفه، 80 غرام ديال السكر حبيبات، 200 غرام ديال الدقيق، ساشي ديال الفانيل اللي يمكن لكم تعوضوه بقشور الحامض او البرتقال، رشيشه ديال الملحه، عندي تقريبا واحد جوج معالق ديال السكر البني او السكر الاشقر او السكر عادي، سكر حبيبات اللي كان متوفر عندكم غادي تستعملوه. بسم الله، ندير الزبده، ضروري ما تكون في حراره الغرفه، السكر الفاني، وغادي نخدموا هذه الزبده مع السكر بالطراب الكهربائي واحد شويه. بسم الله، بهذا الشكل هذا غادي نزيد واحد الرشيشه ديال الملحه، وكنبدي نزيد الدقيق شويه بشويه. من بعد ما جمعت العجينه بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ السلوفان بحال هكذا. بسم الله، كناخذ واحد القطعه ديال السلوفان بحال هكذا، نقسم العجينه في النصف، وكنرش شويه ديال السكر، نديرو هكا العجين وكنمروه في السكر، نحاولوا نلبسوه جيدا بالسكر. بهذا الشكل هذا كنضغط واحد شويه، وغادي نسد عليه جيدا بالسلوفان، خليه جانبا. من بعد ما ساليتهم بهذه الطريقه، غادي ندخلهم للمجمد، نخليهم 15 دقيقه ونخرجوهم باش نقطعوهم ان شاء الله. بسم الله، من بعد ما خرجت العجين من المجمد، خديت اللاطه اللي غادي نطيب فيها البسكويت كيف ما كتشاهدوا معايا، وتفوق منها ورق الطهي. بسم الله، وكنبداو نقطعو. بهذا الشكل هذا سبق ليا وشغلت الفرن على 180 درجة من الأسفل والأعلى، غادي ندخل البسكويت طيب ونخرجوه باش نشوفو الشكل النهائي ديالو إن شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي أو لدوازتين اللي حضرت معكم هذا النهار، كيف ما كتشاهدوا معايا الشكل ديالو كيجي غزال، والمذاق كيجي أكثر من رائع، لذيذ بزاف بزاف، مقرمش، لذيذ بزاف بزاف وسهل في التحضير. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.